الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذه قراءة كتاب حلية طالب العلم لمؤلفه الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمه الله تعالى. عزة العلماء، التحلي بعزة العلماء، صيانة العلم وتعظيمه، وحماية جناب عزه وشرفه، وبقدر ما تبذله في هذا يكون الكسب منه ومن عمل به، وبقدر ما تهدره يكون الفوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وعليه فاحذر أن يتمندل بك الكبراء أو يمتطيك السفهاء فتلاين في فتوى أو قضاء أو بحث أو خطاب، ولا تسعى به إلى أهل الدنيا، ولا تقف به على أعتابهم، ولا تبذله إلى غير أهله وإن عظم قدره. ومتع بصرك وبصيرتك بقراءة التراجم والسير لأئمة مضوا ترى فيها بذل النفس في سبيل هذه الحماية، لا سيما من جمع مثلا في هذا مثل كتاب من أخلاق العلماء لمحمد سليمان رحمه الله، وكتاب الإسلام بين العلماء والحكام لعبد العزيز البدري رحمه الله، وكتاب مناهج العلماء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لفاروق السامي الرائي. وأرجو أن ترى أضعاف ما ذكروه في كتاب عزة العلماء يسر الله إتمامه وطبعه. وقد كان العلماء يلقنون طلابهم حفظ قصيدة الجرجاني علي بن عبد العزيز المتوفى سنة 392 للهجري رحمه الله تعالى، كما نجد عند عدد من مترجميه، ومطلعها يقولون لي في فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجما، أرى الناس من دانهم هان عندهم، ومن أكرمته عزة النفس أكرمه، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه، لعظم بفتح الظاء المعجمة المشالة. والله ولي التوفيق.